جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. أنا كمان إذا أي حدا وجه لي إهانة ما رح يكون إلي نفس أكل أبداً. سوميترا، يا ترى فيني أقول لك شيء وما بتتضايقي مني بنوب؟ لا أختي أبداً، الليلي أنا كنت عم فكر بشغلة بالنسبة لشيفاني، هي اللي تركت كل شيء لحتى تضل مع أخي بس. إيه بس لحتى تكون معه. أما بالنسبة لإلك فأنتي اللي خسرتي كل شيء ورجعتي لنقطة الصفر، طبعاً نتيجة الظروف الصعبة، لهيك أنتي رجعتي لعند أخي. هلأ شيفاني هي زوجته لأخي راغو، أما أنتي فأخذتي منه مجرد وعد، ورغم هالشي شيفاني ما تدخلت وضلت ساكتة. أما أنتي اللي إجيتي وتدخلتي بين أخي ومرته،